جامعة المنصورة من الجامعات اللي دايما متفوقة ودايما في التصنيفات، سواء كانت تصنيفات محلية أو حتى تصنيفات عالمية. الجامعة حصدت المركز الأول في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة، ده مناصفة مع جامعة القاهرة. المسابقة دي هدفها هو تعزيز الوعي البيئي بين أفراد المجتمع الجامعي والمحيطين به. صحيح أستاذ، دي الحقيقة أنه هذه الجائزة تعتبر جائزة تشجيعية لتحسين أداء الجامعات في مجال الاستدامة البيئية وتبني مبادرات ومشاريع تحمي البيئة وتحافظ عليها. جامعة المنصورة حصدت المركز الأول مناصفة مع جامعة القاهرة في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة، وجاءت جامعة عين شمس في المركز الثاني، واحتلت جامعة أسيوط المركز الثالث. أيضاً فازت جامعة بني سويف بجائزة تشجيعية، والتي يتم منحها عرفاناً بالجهود المبذولة لتحسين أدائها في مجال الاستدامة البيئية. وقدمت جامعة المنصورة ملف مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة بشكل متكامل يبرز جميع جوانب التميز والاستدامة البيئية فيها، وتم توجيه الشكر لكافة المسؤولين بجهات الجامعة المختلفة على تعاونهم الفعال وجهودهم المتميزة خلال زيارة لجنة التقييم وإعداد كافة التجهيزات بأعلى مستوى. تأتي هذه النتيجة المتقدمة بمثابة تأكيد على التزام جامعة المنصورة وفرقها بتحقيق الاستدامة البيئية، كما تحثهم على الاستمرار في تبني الممارسات الصديقة للبيئة للمساهمة في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة من أجل بناء مجتمع أخضر يتماشى مع القواعد البيئية الصحيحة.